جايلكم جايلكم في الحلقة الجاية بمواهب كده برضو جديدة. جايلكم في الحلقة الجاية بمواهب كده برضو جديدة. واحنا هنستناك يا فاتن دايما حبك وانا ساكن. احنا هنستناك يا فاتن دايما حبك. أعزائي المشاهدين، يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج رؤية جديدة، موسم جديد عليكم سعيد. يا رب بكل الخير. صباح الخير عليكم جميعا. النهارده هتكلم عن اهميه الكلمه. الكلمه حق، احنا عارفين، والكلمه ممكن تسعد بني ادم عمره كله وممكن تحزنه حياته كلها. خد بالك ان الكلمه بتاعتك دي في اول النهار ممكن تسعد كل البشر حواليك وممكن تحزن بني ادم واحد وانت مش واخد بالك. خليك حريص انك تسعد الناس. صباح الخير مش هتخسرك كتير، ابتسامه حلوه مش هتخسرك كتير، لكن اكيد انك تكون عبوس او مكشر او تقفل وشك وبابك في وش الناس دي حاجه وحشه جدا. اتمنى لكم يوم سعيد معانا النهارده. اتمنى لكم ان كل واحد فيكم يبقى في قمه السعاده. زي ما هتدي السعاده هتاخدها، وزي ما هتختصرها، وزي ما هتقتنصها، وزي ما هتبقى بخيل الناس هتبقى بخيله عليك والدنيا هتبقى بخيله عليك. ياما ناس بكلمه وصلت لاعلى المراكز، وياما اطفال وبنات وولاد بكلمة وصل انهم ممكن يكونوا حاولوا الانتحار وانت مش داريان، لان الكلمة بتاعتك مهمة. طب مين اصحاب الكلمة؟ اصحاب الكلمة كل واحد فينا موجود في بيت مسؤول عن كلمته. لو كنت اب، لو كنت ام، لو كنت مهندس، لو كنت ضابط، لو كنت مدرس. بس اكتر ناس بنهتم بيهم قوي وبنركز معاهم هنقول الاعلام بشكله المختلف وانواعه، سواء مرئي او مسموع. كمان الشعراء كلامهم مسموع جدا وبنحسه جدا. لو هو فرحان بنحس بفرحه، ولو هو زعلان بنحس بزعله وحزنه، وبيتأثر بينا وبنأثر فيه. كمان كل واحد، كل إنسان بيتأثر بكل حاجة حواليه. أرجوكم خدوا بالكم من نفسكم. الصحفي كمان مسؤول عن كلمته ومسؤول عن ألمه. اوعى تفتكر انك لما تاخد عنوان معين وتقوله وتقول انه ترند وهو غلط، او هو بيسيء لبني ادم، اوعى تكون فاكر ان انت فعلا خدت الترند، اوعى تكون فاكر انك كسبت حاجه، بالعكس انت خسرت حاجات كتير. اوعى تفتكر ان لما حد يطلع اساءه على حد تاني وحضرتك تنشرها وتشيرها وتبقى فرحان بيها ان انت عملت لك نسبه تعليقات عاليه او نسبه مشاهده تبقى انت نجحت، بالعكس. اسوأ حاجه انك تكون فاشل في الموضوع ده. ارجوك وارجوكي خدوا بالكم من كلمتكم، خدوا بالكم من كل كلمه بتكتبوها، لان يوم يشهد عليكم كل شيء. فاصل صغير وارجع لكم مع ضيفي النهارده ونشوف هنعمل ايه النهارده. ما تروحوش في اي حته، استنوني انا في انتظاركم. ساعة سعيدة في رؤية جديدة، وانا هديك معلومة اكيدة، وانت معانا هتشوف صورة بمواهب شابة ومغمورة. انا راح اجيبها علشان تظهر كده في الصورة، يمكن تبقى في يوم مشهورة، اعمل لينا حاجة فريدة. يلا تابعنا في رؤية جديدة، يلا تابعنا في رؤية جديدة. ورجعنا لكم تاني ومعايا ومعاكم النهارده ضيف غالي وعزيز علينا كلنا. معايا الاستاذ محمد عبد العال موسى عبد العال، الشهره محمد المساعيدي. تاريخ الميلاد 5/7/1978. المهنه شاعر وصحفي وعضو اتحاد كتاب. الاقامه سوهاج، المساعيد شرقيه او المساعيد الشرقيه. الاصدارات له العديد من الاصدارات، زي ديوان جواني بالعاميه المصريه، زي ديوان حبال بالعاميه المصريه، زي طالع النخل، زي كتاب أحمد فؤاد نجم بين الحكمة والفكاهة والمعاصرة، قراءة في شعر العامية أيضا، ديوان سلمى الصادر عن اتحاد كتاب مصر، وغيره كتير من الكتب والروايات منها تحت الطبع. كمان مؤسس فريق صعيد مصر للشعر المسرحي، للعديد من الأنشطة على المسرح دار الأوبرا المصرية وساقية الصاوي والعديد من الصالونات الثقافية. شارك في كتابة العديد من المسرحيات الشعرية مع فريق صوت الصعيد، منها مسرحية طلق نار وحق شرعي ومسرحية زواج قاصر. أفرد العديد من الدراسات على المسرح ونظريات العرض المسرحي. معايا ومعاكم الشاعر محمد المساعيدي. أهلا بحضرتك في برنامج رؤية جديدة. أهلا بيك يا دكتور، وشرف لي أن أنا أكون مع حضرتك النهاردة، وإن شاء الله يعني يكون يوم جميل عليك وعلى فريق الإعداد وعلى المجهود العظيم اللي بنشوفه على قناة الصحة والجمال إعدادا وإخراجا وقبولا وكل حاجة، فإن شاء الله يكون حلقة مميزة. منور شاشة الصحة والجمال، ربنا يحفظك. هنبتدي الأول بالشعر. لكل شاعر قصيدة تعنوا لها الكثير. إيه القصيدة القريبة لقلبك وليه هي قريبة لقلبك؟
هو طبعا سؤال مهم، لكن خلينا نقول انه ما فيش حاجه اسمها يعني قصيده مهمه، لانه لو وصلنا ان احنا حسينا انه كلامنا مهم وقصيده مهمه عن اخرى هنحس ان احنا لازم نتوقف. دايما عدم الرضا النسبي عن اللي انت بتعمله بيخليك متطلع اكتر انك تنتج افضل. القصايد اللي انت ممكن تحسها انت بتكتب نفسك، تكتب نفسك سواء كنت بتكتب شغل اجتماعي او وطني او عاطفي او رومانسي، انت بتكتب نفسك، فبتسيب الناس تحس باللي انت كاتبه. انت بتجتهد انك تكون حاجة مختلفة عن اللي حواليك بس، لكن هو كل القصايد كلها شبه بعض، كلهم ولادنا، كلهم ولادنا اللي ما نقدرش نتبرى منهم يعني. أكيد أكيد. بس أنا قصدت بكلمة مهمة اللي هي نقطة الانطلاقة، هي كانت بداية الفرحة، هي دي بداية شغل الشاعر، فبتبقى ليها علامة مميزة. المربعات. آه، شغل المربعات اللي هو يعني بيتميز بيه أبناء الجنوب. جميل. سمعت الدكتور والحاج أحمد رشوان بيقول محمد المسعيدي عفريت الفن الواو، ممكن نسمع مربع؟ أصلي على المختار بصلاة راجي شفاعة، غير النبي مختار وياها صلي جماعة، وصلي صلايا تطيب علة قلوب الوجايع، واهدي صلاتي لطيب صلايا تمحي الفجايع، ويا ربي كترة خطانا ارفع يا ربي بلاعم، في المشي تجلد خطانا لخل نفعنا ولا عم. يا أجمل بنت في الدنيا زي بلادنا سمرة، قوليلي ازاي انا مسكرش وجوع عنيكي كاس خمرة، كل البنتة لموني سمعوني لما ناديتك، يم الشلاني اللموني لاموني لما اشتريتك، الطلقة صابت فخلي صورتي تكحل عينيكي، ونجم ولاموكي خلي حني بدمي يديكي، ويا بني دوكتك كمنجة والمنج طايب وطبلي، واللي مجاشي كمنجة ولا كنش عول في طبلي، معقول قوس الكمنجة يدق بيه الطببلي. نوعية من نوعية المربعات. الله على حضرتك، برضو زخت مني بذكاء وما قلتليش أعز قصيدة عندك. القصائد المتعلقة دايما بالأب والأم. جميل. هي بتكون أكثر صدقا وأكثر قبولا، لأنك يعني ما بتحاولش تكون شاعر قد ما بتحاول تكون إنسان. جميل. بني آدم. مشاعر الأبوة والأمومة مشاعر عظيمة، إذا كنت أب لابن أو بنت أو كنت حد يعني بيتلمس أو قريب من حكايات الأبوة والأمومة، بتسمع عن حقوق الوالدين، بتسمع عن بر الوالدين، عايش حالات معينة، فبتكتب الحاجات اللي ما تقدرش تزيفها أبدا، هي أحاسيس الأبوة والأمومة. كأنك بتمتن لوجودهم في حياتنا. أكيد. طيب أكيد الأم الجميلة موجودة دلوقتي قدام شاشة التلفزيون وبتتفرج، هتقول لها إيه النهاردة؟ ومين غير أمي يمسح دموعي لما أبكي، تسمع لقلبي لما أحكي، تشيل الحمايل ولا مرة تشكي، ومين غير أمي يشيل الهموم، تلملم مواجعي وسط الهدوم، تضحك في وشي لما أنام، تضحك في وشي لما أقوم. فاكرة يما لما جبت عباية بيتي، قلت غلي يا نور عينيا بس ليه اللون ده زيتي، وتلاقيتك كل يوم بتلبسيها قدام جيرانك تتباهي بيها، حلفت يما تدوبيها العباية يما دابت ولا يما دبت فيها، ضحكة أمي
ضحكة أمي الكون بحاله واللي فيه، ضحكة أمي سر غالي صعب جدا تشتريه، ضحكة أمي لو تشوفها قلبك القاسي يدوب، جوا منها قلوب كتيرة، أمي دي ست القلوب، ضحكة أمي حلوة خالص أحلى من كل الحاجات، ضحكة أمي لو تشوفها ضحكتها دي سكر نبات، ضحكة أمي ضحكة أمي فيها رحمة، ضحكة أمي فيها رحمة، وأمي موجوعة تملي موجوعة بالكلام، عاملة إيه أمك يا مروة، عامل إيه أبوك يا طارق، وأنت يا أحمد قول لي مالك، طب عيالك مش تمام، أمي موجوعة ولكن لسه بتداري وجعها في الكلام، في السؤال على الزرعيات، على السوق وتحويشة البنات، وأما تاجي سيرة الناس اللي ماتوا أمي كانت برضو تضحك، بس كانت ضحكة أمي تملي مخلوطة بدموع، واللي سافر بس مش ناوي الرجوع، أمي حدوتة ولكن جوا منها ألف سر، أمي عالم جوا عالم، أمي أكتر شعب حر. الله. المخرج هيحط لنا على الشاشة دلوقتي صور، وكل صورة هتقول لنا جملة عليها، موافق؟ أكيد. تمام. أول صورة الكتاب بتاعك، بتاع أستاذ أحمد فؤاد نجم. الأستاذ أحمد فؤاد نجم الشاعر الكبير الوزان بالفطرة، الذي عاش صاحب قضية، أنا وغيري كتبنا فيه دراسات كثيرة. هذا الكتاب أنا متطرق فيه، جامع فيه بعض المقالات التي المنسوبة إلى أصحابها اللي تكلموا عن تاريخ شعر العامية في مصر والفرق بين اللكنات واللهجات، وكان دوري في هذا الكتاب إن أنا جامع لهذه المقالات اللي تكلمت عن الأستاذ أحمد فؤاد نجم، وعامل دراسة خاصة عن كتاب اسمه كلام على سفر للشاعر الكبير أحمد نجم، تناولت في هذا الكتاب من حيث الدلالات والإشارات والألفاظ، وتكلمت برضو عن سيرته الذاتية قليلا إذا كان حياته أو وفاته أو مسيرته الفنية. كل دي جملة. هستأذن حضرتك في فصل صغير، وهستأذن أعزائي المشاهدين فصل صغير، وهرجع لكم تاني بسرعة. اوعى تروح في أي حتة، أنا في انتظاركم. ساعة سعيدة في رؤية جديدة، وأنا هديك معلومة أكيدة، وإنت معانا هتشوف صورة ومواهب شابة ومغمورة، أنا راح أجيبها علشان تظهر كده في الصورة. ساعة سعيدة في رؤية جديدة، وأنا هديك معلومة أكيدة، وإنت معانا هتشوف صورة ومواهب شابة ومغمورة، أنا راح أجيبها علشان تظهر كده في الصورة، يمكن ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ومعايا ومعاكم الشاعر المبدع محمد المسعيدي. هنرجع تاني للصور ونشوف الصورة تانية مع مخرجنا، ونشوف حضرتك رأيك في جملة. مش موضوع، عايزين الصورة ديوان سلمى. سلمى ديوان آخر، مش عايزين نقول آخر حاجة، ده ديوان بالعامية المصرية صادر عن اتحاد كتاب مصر. بحبه. بتحبه. أنا عايزة أعرف مين سلمى. سلمى مصر. في الأول قريت على إنها الحبيبة سلمى مصر، وبعدين بعد شوية حسيت إن ده بتكلم على مصر، بتكلم على الوطن، بتكلم على بهية. مين سلمى؟ مصر يا دكتورة. ليه في كل قصايدك فيها كنايات واستعارات؟ واللي عايز يفهم حاجة يفهم. هو المعنى دايما في بطن الشاعر، لكن أعتقد إنه الحب الوحيد الأكثر صدقا هو حب مصر. اختلفت المسميات، بهية، خضرة، هي مصر. سلمى هي مصر. حضرتك شاعر وصحفي وعضو اتحاد كتاب مصر، ايه علاقه الشاعر بالصحافه؟ العلاقه اللي بينهم الكلمه اللي استهليتي بها حضرتك المقدمه بتاعت برنامجك، الكلمه واهميه الكلمه. لو كل واحد فينا كان عنده يقين بانه كلمته ممكن تغير، ممكن تاثر، ممكن يكون لها مردود ايجابي او سلبي، هنخلي بالنا من كلامنا سواء كان شعر او صحافه. صحيح. العلاقة وطيدة جدا،
الاثنين هم اللي بيكملوا بعض. الصحافة هي المخزون اللفظي اللي يليق بمخاطبة المستمع والمتلقي، وكذلك الشعر. تمام، دايما بقول خدعوك فقالوا صاحب بالين كذاب وصاحب ثلاثة منافق، وأنا بقول العكس، صاحب بالين فنان وصاحب ثلاثة مبدع، ما رأيك؟ والله هي طبعا وجهات نظر، بس هو مع حضرتك انه اكيد الابداع في نوع معين بياخدك، يعني لو تكتب شعر وخدك الابداع الى كتابه مسرح، الى التمثيل، الى التصوير، الى الفن التشكيلي، فانت بتدور في نفس الدايره، واعتقد انك لو بتحب حاجه هتبدع في الكل، وهيكون ليك بصمه في كل حاجه بتحبها لانها ليست مفروضه عليك. جميل، هسألك بقى سؤال يناقض ده، ايه وجهة نظرك في التخصص وايه علاقة الشعر بالصحافة في رأيك ده؟ يعني انت عايزني اتخصص في شيء عشان ابقى مبدع فيه، وحضرتك مبدع في اشياء مختلفة. الشعر ما فيهوش تخصص، ما ينفعش نقول ده شاعر عامية او شاعر فصحى او شاعر كتابة مسرح او مسرح شعري، فالتخصص مش هيكون في صالح الابداع بشكل عام، هيوقفه. اما التخصص في الصحافه اعتقد ان هو من الاهميه بمكان. انا بكتب صحافه اقتصاديه وحابب ان اكتب هذا النوع من الصحافه لانه المصداقيه فيه بنسبه 100%، ما ينفعش تتكلم عن او تقول معلومه الا لما تكون واثق منها، اذا كانت حركه سوق او البورصه او بنك مركزي وما الى ذلك، فالمعلومه اللي تتاخذ منك هي مصدر ثقة، فلازم تكون متخصص. إذا كنت بتكتب صحافة اقتصادية أو بتكتب فن أو بتكتب مسرح أو بتكتب سياسة وما إلى ذلك. حبايبك كتير جدا، والتليفون شغال رن رن رن، وواضح إن كلمتك جميلة في وسط الناس ومحبوبة. معانا الأستاذ سيد حسن. ألو. أيوه، أهلا وسهلا. أهلا أهلا أهلا، إزاي حضرتك؟ صباح الخير على حضرتك وعلى مشاهديكي وعلى القناة الجميلة وعلى ضيفنا الجميل الشاعر الصديق محمد المساعيدي. صباح الخير يا فندم، أسعد الله صباحك يا رب. يا رب كل الصباحات والمساءات جميلة بهذا الإبداع الجميل. الله يسعدك يا رب. عايزين سؤال لأستاذ محمد المساعيدي. يعني السؤال للأستاذ محمد المساعيدي، هل يمكن في يوم من الأيام أن تنحاز نهائيا إلى فن الواو على حساب القصيدة الشعرية، أم سيظل قلبك موزعا بينهما؟ وإذا كنت كشاعر عامية حققت كل هذا النجاح، فهل يراودك أحيانا الحنين إلى كتابة الفصحى خاصة وأنا أعرف أنه شاعر صاحب رؤية خاصة؟ اسمح لي أحييك على السؤال الجميل ده الأول، وبعد كده نسمع محمد المساعيدي. أنا بحيي حضرتك على شغلك الجميل وعلى ضيوفك المتميزين. ميرسي لذوقك يا فندم، منورنا دايما على شاشة الصحة والجمال. شكرا جزيلا. العفو، هنتجاوب على حضرتك حالا، اتفضل. طبعا يعني هو حد بقيمة الدكتور سيد حسن لما يعمل مداخلة وهو أمين عام اتحاد كتاب مصر، فيعني اعتقد انه دام الاهميه بمكان، لان هذا الرجل له نظره ثاقبه في اختيار الشخصيات وفي اختيار التوجهات، وهو من الشخصيات اللي في الوسط الادبي يعني المحبوبه جدا، وهو كروان الاذاعه كما نطلق عليه دائما، سؤاله يعني يحمل قدرا كبيرا من الاهميه. اكيد احنا بننحاز طبعا يعني كجنوبيين فقط يا دكتور سيد لفكره المربعات، لكن المربعات والواو هي نوع من انواع الابداع لن يتوقف او لن نتوقف عنده ابدا. احنا وكان لي شرف ان انا اطلع حضرتك في يوم من الايام على ديوان بالفصحى اسمه لانك، فاحنا بنتنوع وبنحاول نسيب بصمه، والانحياز للمربعات او الواو هو انحياز محمود يعني ليس مؤقتا، لكن نعتبره نوع من انواع الابداع بنجتهد فيه على قد ما نقدر، لانه في كبار تكلموا في هذا الشان. فانا بشكر حضرتك يعني عظيم الشكر على هذه المداخله العظيمه.
سؤال أخير، أهم التجارب في مشوارك الأدبي؟ تجربة تأسيس فريق اسمه صوت الصعيد. هذا الفريق بيتكلم عن مشاكل الجنوب، لكن بيتناول هذه المشاكل بشكل مختلف. بيتناول مشاكل الجنوب يعني من خلال المسرح الشعري، يعني احنا بنكتب النصوص وبنعمل لها اخراج وبنمثلها على المسرح. كان اول عرض لينا في الاوبرا المصريه، وتناول قضايا الجنوب بالشعر برضو من الاهميه بمكان، يعني زي قضيه الطار، عدم توريث الاناث، زواج القصر، وما الى ذلك من القضايا الهامه. هذه التجربه انا اسمنها لاننا بذلنا فيها مجهود كبير، واتمنى ان يعني الفرق تحذو حذو هذه الفكره ونتكلم عن مجتمعاتنا، عن مجتمعنا الجنوبي او مجتمعنا البيئات الاخرى، او نتكلم عن المجتمع المصري شعرا ونمثله مسرح، نكون اضافه لهذا المجال. وقتك جميل وثمين واستفدنا منك كتير جدا. اختم بقصيده. هو انا قبل ما اجي ناس كثيره ضربت قصيده اسمها الصعيدي لما يعشق، بتقول احنا هنقعد نسمع القصيده والتتر نازل عشان المخرج هيقفل علينا، بس احنا هنسمع القصيده مع بعض. اتفضل يا استاذ محمد. قولولها اوعاكي مره تفكري ان الصعيدي لما يعشق عشقه يشبه عشق حد. الصعيدي لما يعشق عشقه فاصل عشقه حد. فوعاكي مرة تفكري إن ده طبع الغشيم، وإن قلبه ما كانش يعرف يعني إيه عشق الحريم. الصعيدي لما يعشق يعشق العشق الكريم، لو يغير في يوم عليكي يتقلب عشقه الجحيم. ما الصعيدي عشق واعر، الصعيدي عشق واعر، يبقى ملبوس بالحكاوي كأنه شاعر. يلضم الحواديت في كمه، كل همه انه يشوفك ست داره، تبقي نوره وتبقي ناره، تبقي بنته وتبقي عاره. الصعيدي لما يعشق تبقي أرضه وتبقي طينه، يوشمك رسمي في جبينه، يبقى حبك هو دينه، يحضنك مرة بشماله لأجل ما تشتاق يمينه. صعيدي لما يعشق تجري جوا دمه يعني تسكنيه، تبقي سر بتفضحه دايما عينيه، تبقي جوا حضنه لكن لسه برضه بتوحشيه. واحنا بنستناكي تملي، كل وقتنا معاكي سعيدة. واحنا بنستناكي تملي، كل وقتنا معاكي سعيدة. في رؤية جديدة، في رؤية جديدة، في رؤية جديدة.